لازم طول الوقت حتى لو في خلافات بينك وبين زوجتك لازم تسمع اولادك وتطمنهم. تاني حاجه، لو انت اب كلمهم عن الحاجات الحلوه في امهم، ولو انت ام كلميهم عن الحاجات الحلوه في ابوهم. ليه؟ طيب لان هم ساعتها هيقولوا الكلام ده. اولاد ما عندهمش الاسرار اللي عندنا وما عندهمش الغل اللي عندنا ان واحد ممكن يخفي، هيروحوا يقولوا الكلام ده وهينشروا البهجه في البيت. تالت حاجه وده حاجه مهمه جدا، خلوا في عباده مشتركه في البيت بنحافظ عليها حتى في وقت الخلاف، حتى لو احنا زعلانين من بعض، زي ان احنا نطلع صدقه مع بعض، ان احنا نصلي مع بعض الفجر سوا، ان احنا نصلي صلاه مع بعض، ان احنا ناكل وجبه مع بعض. وده كمان دي رابع حاجه، فلما ناكل وجبه مع بعض كمان ده هنقرب من بعض. اوعوا تغيروا الروتين، روتين الدفء انا بسميه روتين الدفء والترابط. ومره هبقى اكلمكم على مساله تربيزه السفره الطبليه وكان دورهم ايه في حياتنا. احنا لما فقدنا وجود دولة فقدنا الرابط، فقدنا الحياه، فاحنا لازم نقعد مع بعض وناكل وجبه مع بعض. واحنا حتى كل الناس اللي عارفوا يعني ايه طبليه، كل الناس اللي عارفوا يعني ايه سفره، كانوا عارفين دي وظيفتها كانت ايه. كانت دي زي بالظبط مجلس اهل الحل والعقد بتاع البيت، بنقعد ونتكلم، وزي ما التربيزه وزي ما الطبليه مبسوطه كنا بنبسط الحاجات ونخلصها على قعده واحده والبيت بيبقى في سلام وامان. خامس حاجه وده شيء مهم جدا، مهما حصل خلي اولادك يشوفوك وانت بتدعي لامهم ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لها، وان انت بتدعي لها كمان ان هو يوفقها الى الصواب بقلب صافي، وان انت بتدعي ان انت ربنا يحافظ على اولادك. خلي جو الدعاء ده هو الجو المسيطر على الحياه، مش المسيطر بس، الغامر للبيت وقت الخلاف. لو عملت الخمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول وزودت عليهم كمان ان انت طول الوقت حاول بقدر الامكان ان انت تستخدم اداه من ادوات التفريغ، ادوات التفريغ اما الكتابه او اي شيء تاني عشان تقدر تخفف عن نفسك وتقدر تخفف عن نفسك. بس اكيد لما تكتبي اكتبي بصدق، اكتبي الحلو واكتبي المر، لان ساعتها هتبص تلاقي حاجات حلوه كتيره بتطلع، لان لحظات الصدق هي اهم اللحظات اللي ممكن نستثمرها في تربيه اولادنا وقت الخلاف. خليكم صادقين، اولادكم على فطرتهم، فبلاش نلوث فطرتهم بالحقد والغل والكذب والخداع واللف والدوران. اولادنا مش محتاجين ان احنا نكذب عليهم، اولادنا محتاجين حاجه واحده بس، ان احنا نكون بشر صادقين عارفين ان احنا لسه عندنا فطره ومتمسكين فيها. يا رب العالمين الهمنا ان نتمسك بفطرتنا ونحافظ على اولادنا، نحافظ ديهم على الاتزان وعلى الامان بالنضوج، بان احنا نسير في رحله من رحله الاتزان في وقت الخلاف، بان احنا نكون ناضجين وان احنا كمان نكون ملتزمين وكمان نسير برحمه وبنول الى رب العالمين. الرحمه بتظهر وقت الخلاف مش ببعض بس، لكن بالاولاد كمان. يا رب الهمنا الصواب والرشد يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين.